السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مشاهدين بي جي ان أو بي سي جيمز نيوز أو آخر أخبار ألعاب الكمبيوتر. ومعنا أول خبر من شركة مايكروسوفت، أعلنت فيه إن الكنيكت الجديد اللي جاي مع الإكس بوكس وان هيقدر يفحص رموز الكيو آر. اللي معرفش إيه رموز الكيو آر دي، هتلاقي رمز قدامك دلوقتي على الشاشة. فمايكروسوفت قدرت تستغل الموضوع ده في إيه؟ إن دلوقتي لما تيجي تشتري اللعبة، السيريال اللي بقى موجود في اللعبه بدل ما انت هتدخله، اللي هو بيبقى تقريبا عباره عن 25 رقم، كل اللي هتعمله ان انت هتوجه الرمز الكيو ار ده للكاميرا بتاعت الكنكت وهو يقدر يفحصه. واعلنت شركه التطوير روك ستار بالنسبه لجاتا 5 ان اللعبه هتيجي على هيئه قرصين بالنسبه للاكس بوكس 360، والموضوع هو احد القرصين هيبقى عليه تصليب اللعبه، هتستخدمه في تصليب اللعبه مره واحده فقط، وهتستخدم القرص الثاني في تشغيل اللعبه في كل مره. اما بالنسبه للبلاي ستيشن 3 فهتيجي على هيئه قرص واحد وهو البلو راي، واللعبه هتصدر في 17 من شهر سبتمبر. بالنسبة للنسخة التجريبية من لعبة جران توريزمو 6 دلوقتي متوفرة على متجر البلاي ستيشن 3. وفي عرض اطلاق جديد للعبة The Walking Dead 400 Days نزل. اللعبة عبارة عن حلقة وصل بين الموسم القديم اللي اكيد كلنا لعبناه والموسم الجديد. اللعبة حاليا متوفرة للبلاي ستيشن 3 والبي سي على ستيم، وهتتوفر في 5 يوليو للاكس بوكس وفي 11 يوليو لاجهزة الاي او اس. يوبي سوفت خدت عين. طبعا مش هو ده الخبر اللي انا قصدي اتكلم عليه، اللي قصدي اتكلم عليه ان يوبي سوفت تعرضت لحملة قرصنة كبيرة جدا، وبدأت شركة يوبي سوفت بتدعو المستخدمين عندها بتغيير كلمات المرور بتاعتهم. بينما اوضحت الشركة ان القرصنة كانت على كلمات المرور واسماء الايميلات، ولم تتعرض البطاقات الائتمانية الى اي قرصنة. لعبة تايتن فول بتحتكر جميع جوائز معرض الاي 3 لسنة 2013. وفي خلفيات جديدة للعبة جاتا 5 نزلت احتفالا بيوم الاستقلال الامريكي. رسميا المعلق رؤوف خليف هو الصوت العربي في لعبة كرة القدم بيس 2014. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة يوم الجمعة البسيطة والصغيرة، يا رب تكون عجبتكم. وكالعادة هتلاقوا كل الاخبار دي بالتفصيل والروابط والفيديوهات على صفحة بي سي جيمز نيوز على الفيسبوك، هتلاقوا الرابط تحت او الرابط في المرفقات او الديسكريبشن. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، سلام.